بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة احنا بنتكلم مع بعضينا على revision بتاع الهارت، revision of the heart. أول حاجة هناخده في revision بتاع الهارت السيرفيسز بتاعة الهارت. We have three surfaces. السيرفيس الأولاني اسمه الأنتيريور أو الستيروكوستال سيرفيس، السيرفيس الثاني اسمه البيز أو البوستير سيرفيس، السيرفيس الثالث اسمه inferior أو diaphragmatic سيرفيس. يبقى we have three surfaces. يبقى surface ده اسمه anterior أو sternocostal surface، والsurface ده اسمه base أو posterior surface، والsurface ده اسمه inferior أو diaphragmatic surface. يبقى we have three surfaces. لو جاي ببص على أول surface اللي اسمه anterior أو sternocostal surface أهو، ألاقي الناحية اليمين هي الدومينيتنج يا ولاد، يعني right atrium. أدي two auricle، right ventricle، حتة صغيرة من left ventricle. يبقى انا عندي ادي رايت اتريم اهو، ده الانتير او السيركوستال سيرفيس، ادي رايت اتريم، ادي تو اوريكلز رايت وليفت اوريكلز، التو فنتريكلز من دي رايت فنتريكل، يبقى رايت اتريم عندي تو اوريكلز رايت فنتريكل، حته صغيره من الليفت فنتريكل، يبقى دي التشامبرز اللي فورمنج ايه. يا ترى ايه الجروفز او السلقايا اللي موجودين؟ ده اسمه كوروناري سالكس، اسمه تاني اتريو فنتريكلر سالكس. والسالكس الثاني اسمه anterior interventricular sulcus، يبقى coronary sulcus وعندي anterior interventricular sulcus. يا ترى الارتريز اللي راننج عليه، الارتري ده اسمه right coronary، موجود في الكورونري سالكس، والارتري ده اسمه anterior interventricular artery، اسمه الثاني left anterior descending، اسمه الثالث LAD، ده موجود في الانتيريور interventricular sulcus، والارتري الثالث والاخير اسمه right marginal، right margin او acute marginal. يبقى we have three arteries موجودين على السيرفيس ده. ايه الفينز اللي هي موجوده على السيرفيس ده؟ great cardiac vein ماشيه مع anterior interventricular artery، small cardiac vein ماشيه مع right coronary، وعندي شويه فينز عددهم من 2 ل 3 موجود اسمهم اسمهم small cardiac vein، 2 ل 3، 3 ل 4 اسمهم small cardiac vein. يبقى انا عندي 3 veins، great cardiac vein، small cardiac vein، وعندي anterior cardiac veins. تاني surface موجود عندي اسمه posterior surface او اللي هو البيز، وتالت surface اسمه inferior او diaphragmatic surface. الانفيرير surface او diaphragmatic surface معمول بالventricle mainly left ventricle، يبقى معمول من التو فنتركلز مينلي بالليفت فنتركل، اتنين عليه في جروف موجود، الجروف اللي موجود اسمه بوستيريور انتر فنتركلر جروف او بوستيريور انتر فنتركلر سالكس. ثلاثة عندي في ارتري وفين موجودين على الجروف، الارتري اللي موجود عندي اسمه بوستيريور انتر فنتركلر ارتري، اما الفين اللي موجود اسمه ميدل كاردياك فين، يبقى الارتري اسمه بوستيريور انتر فنتريكولار ارتري، والفين اللي موجود اسمه ميدل كاردياك فين. يبقى ده تاني سيرفيس اللي هو اسمه الانفيريور سيرفيس او الدايفراجماتيك سيرفيس. على فكره في فين تاني موجود يا اولاد، موجود تبع الليفت فنتريكل اسمه بوستيريور فين اوف ليفت فنتريكل، يبقى ده فين اضافي اسمه بوستيريور فين اوف ليفت فنتريكل. تالت سيرفيس اسمه البيز بتاع الهارت او البوستيريور سيرفيس، سموه البيز او البوستيريور سيرفيس لانه فيسنج البوستيريور ميدياستاينا، ولذلك هو ريليتد للحاجات اللي موجوده في البوستيريور ميدياستاينا. احنا عرفنا من السنه اللي فاتت ان البوستيريور ميدياستاينا فيه اربع حاجات كبيره، ديسيندنج اورتا اوسوفيجاس والازاجس والثراسك باك، فهنا البيز او البوستيريور سيرفيس يبقى ريليتد للبوستيريور ميدياستاين، بس مفصول بحاجه هناخدها النهارده اسمها اوبليك ساينس او بيريكارديا. المهم معمول بايه؟ معمول بالتو اتريا مينلي الليفت اتريا، زي ما كان الانفير سيرفيس معمول بالتو فنتركل مينلي ليفت فنتركل، ده معمول بالتو اتريا مينلي ليفت اتريا. مفيش جروف محدد، مفيش ارتر محدد، في حته فين صغير اسمه اوبليك فين off left atrium. لو انا جاي ببص ادي الهارت، ده الانتيريور سيرفيس، النقطه الخضراء دي اسمها الايبكس اوف ذا هارت، اهي دي الايبكس اوف ذا هارت، معموله باني بيعمل بالليفت فنتريكل. بصوا ده الرايت اتريوم اهو، ده الرايت فنتريكل، ده الليفت فنتريكل. الايبكس هي اللور موست الاوتر موست بوينت اوف ذا هارت، اكتر حته واطيه وموجوده بره، معمول لي معموله
only او entirely with the left ventricle. اللاند مارك بتاعها مهم جدا، موجوده في الليفت فيفث انتركوستال سبيس. ليفت فيفث انتركوستال سبيس 9 سنتيمتر من الميد لاين، يعني لو من الميد لاين اس 9 سنتيمتر. النبل في الميل بيبقى موجود في الليفت فورث انتركوستال سبيس، طبعا عشان نروح ناحيه اليمين يبقى هو موجود 1 سبيس بيلو. يبقى يعني ازاي نجيب الايبكس في الميل؟ يبقى موجود في السبيس اللي موجود تحت السبيس بتاع النبل. الليفت فيفث انتركوستال سبيس 9 سنتيمتر فروم ميد لاين، معمول بالانتايرلي هولي باي ليفت فنتركل. ازاي نرسم سيرفيس اناتومي للهارت؟ افترض ان احنا عندنا اربعه بوينتس، الليفت سكند ريب، الرايت سكند ريب، يبقى الليفت سكند ريب او الكوسر كارتليج عشان نبقى دقيق، الرايت ثيرد كوسر كارتليج، الرايت سكس كوسر كارتليج الايبكس. يبقى الليفت سكند كوستال كارتليج، الرايت 6 كوستال كارتليج، الرايت 6 كوستال كارتليج الايبكس. يبقى من الليفت سكند كوستال كارتليج للرايت ثيرد كوستال كارتليج يبقى ده الابر بورتر. من الرايت ثيرد كوستال كارتليج لغايه الرايت 6 كوستال كارتليج يبقى ده الرايت بورتر. من الرايت 6 كوستال كارتليج للايبكس يبقى ده اللور بورتر. من الايبكس للليفت سكند كوستال كارتليج يبقى ده الليفت بورتر. زي ما احنا شايفين ان 2 ثيرد اوف ذا هارت to the left side, one third to the right side. تلتين الهارت to the left side وتلتو to the right side. What is the surface anatomy of valves؟ ارتبهم اقول P A M T A P A M T P pulmonary A aortic M mitral T tricuspid بامت، او لو خدناها باللغه العربيه بريمو احسن من ترسو. بريمو يعني التوب والترسو يعني الباب. بريمو احسن من تيرسو. بي اي ام تي بالمونري مايترال اورتيك بالمونري اورتيك مايترال تريكاست. بي اي ام تي احفظها 3 3 4 4 3 ريب 3 انتركوستال سبيس 4 ريب 4 سبيس 3 ريب 3 سبيس 4 ريب 4 سبيس. يبقى هو ده السيرفيس اناتومي 3 3 4 4 بريمو احسن من ترسو. 3 3 يبقى 3 ريب 3 سبيس 4 4 4 ريب 4 سبيس بريمو احسن من ترسو. يبقى ده السيرفيس اناتومي بتاع الفالتس بتاع الهارت. تعالى لو ندخل على الانتيريو سيرفيس، يبقى لو انا جاي ببص كده كده هنبص بقى على الانتيريو سيرفيس اهو، الاقي في عندي في anterior او الاتريال proper part، البوستيرور او الساينس فينيرم بارت، بينهم كريست اسمها كريستا ترمينالس. يبقى يعني لو انا كنت جاي ببص كده الاقي في عندي هنا كريست اسمها كريستا ترمينالس. ده ماسكولار ريدج ممتده بين الاوبننج بتاع السوبرفينا كافا لغايه الاوبننج بتاع الانفيرفينا كافا. لو انا جاي ببص ليها كورسبوندنج ليها ايه من بره الاقي في جروف اسمه سالكاس ترمينالس. الهارت من جوه ده الانتيريور سيرفيس بيبقى رف او ترابيكيليتد، بيبقى رف وترابيكيليتد بيكمل مع رايت اوركل، رف وترابيكيليتد بيكمل مع رايت اوركل. اما البوستيريور سيرفيس اسمه ساينس فينيرام بارت، فتحه فيها الاوبننج بتاع السوبر فينا كافا، الاوبننج بتاع الانفيرو فينا كافا، الاوبننج بتاع كورونال ساينس. يبقى اوبننج بتاع السوبر فينا كافا، اوبننج بتاع الانفيرو فينا كافا، اوبننج بتاع كورونال ساينس كلها فينز، عشان كده اسمها ساينس فينيرام بارت. يبقى عندي anterior اسمه atrial proper part والposterior اسمه sinus venerum part. وفي septal wall، septal wall ده معمول بايه؟ fossa ovalis، حوالين الفوسه اوفاليس اسمه limbus fossa ovalis او annulus ovalis. in short كده اللي انا عامله بايدي ده اسمه septum primum، واللي عامله بايدي ده اسمه septum secundum. الهارت بيبقى في عندي تو سته في الديفلوبمنت، septum primum septum secundum. اللي بيعمل فوس اوفالس السبتم برايمر، واللي بيعمل الانيلس فوس اوفالس هو السبتم سكندم. والمعلومه دي بتيجي عليها اسئله في الام سي كيو. اللي عامل فوس اوفالس لان دي كومن سايت فور اتريال سبتال ديفكت اسمها اي اس دي. يبقى اللي بيعمل السبتم، اللي بيعمل فوس اوفالس السبتم كويس برايمر، واللي بيعمل الانيلس فوس اوفالس اللمس بتاعت السبتم سكندم. اللي بيفتح عندي في اللي هو الرايت اتريم من فوق الاوبننج بتاع السوبر فينا كافا، من تحت الاوبننج بتاع الانفير فينا كافا تو ذا ليفت الاوبننج بتاع الكورونال سايد. ثلاثه ثيرد رايت استروكوسال جنكشن،
6 رايت سينوكوسال جانكشن، يبقى سوبر فينا كافا انفيرير فينا كافا 3 6، يبقى الثيرد رايت سوبر فينا كافا، 6 رايت الانفيرير فينا كافا، تو ذا ليفت اوف ذيس اوبننج، يبقى الاوبننج بتاع كورونال ساينس، بس في ثلاثه اوبننج تستنين موجودين. انتيريور كارديك فينز قلنا عددهم من 3 ل 4. فيني كوردس مينيمي دي فينز صغنطوطه جدا ما بتتشافش. ثالث حاجه الاورفيس دي اسمها رايت اتري فنتريكولار اورفيس او ترايكاسبت اورفيس. يبقى عندي 3 اذر ستراكشر، يبقى في 6 openings في right atrium سوبر فينا كافا فير فينا كافا كورونري سايت و 3 other opening anterior cardiac vein فيني كوردس مينيمي وعندي اللي هو ال right atrium ventricular orifice. لو دخلنا بعد كده لل anterior surface بتاعت الفنتريكل، يعني انا وانا جاي بفتح اهو كده بفتح الحرب وجاي ببص الاقي في عندي ده اسمه anterior surface of the ventricle. اي فنتركل بيبقى مكون من انفلو اوت فلو، انفلو يستقبل الدم اوت فلو بيخرج الدم. يبقى عندنا هنا اي فنتركل مكون من انفلو بارت واوت فلو بارت، انفلو بارت واوت فلو بارت. طيب واحده واحده كده، ايه الحاجات اللي نعرفها الفروقات بين الرايت والليفت فنتركل؟ الرايت فنتركل موجود انتيريور تو ذا رايت، الليفت فنتركل موجود بوستيريور تو ذا ليفت. الليفت فنتركل فيسينج السيستميك بريشر، فلاقيه ان هو ثيكر يعني من 8 ل 12 ملم وشكله زي ما يكون سيركلر ان شيب. لكن الليفت فنتركل ده فيسك من بالمونري بريشر ودي واتش، فتلاقي الوول بتاعه ثينر من 3 ل 5 ملم وشكله زي ما يكون جلوبيلر او سيمي ليونر ان شيب، هلالي كريسنت ان شيب. يبقى عندنا عرفنا البوزيشن كروس سكشن الثيكنس. الانفلو بيتميز بوجود ايه؟ اول حاجه الترابيكيليشن، دي اسمها ترابيكيلي كارني، ترابيكلي كارني يعني حتت مجعده، كارني كارنيفرس يعني لحمه. اثنين بابيلاري ماسل اللي اتش بيها كوريتين دي، والبابيلاري ماسل في الليفت فنتركل عددهم 2 انتيرور وبوستيرور، وفي الرايت فنتركل عددهم 3 انتيرور وبوستيرور وسبته. يبقى انا عندي هنا اول حاجه كان في ترابيكلي كارني، اثنين بابيلاري ماسل، بابيلاري ماسل في الرايت فنتركل 3 انتيرور وبوستيرور وسبته، في الليفت فنتركل 2 انتيرور وبوستيرور. ثالث حاجه موجوده عندي في الرايت فنتركل ومش موجوده في الليفت فنتركل اللي هي الحته دي اسمها مودريتور باند، يبقى حته الباند دي اللي هو باللون الاسود دي اسمها مودريتور باند، دي الباند دي الباند دي اسمها مودريتور باند، مودريتور باند، مودريتور باند دي اللي هي حته الباند دي بتعمل كونكشن بين الانتر فنتريكولار سيبتم والبيس بتاع الانتيرير بابيلاري ماسل، بريفنتس الاوفر ديستنشن اوف ذا هارت وترانسميت رايت باندل برانش، الرايت باندل برانش اللي هو الكهرباء يعني اون ذا رايت سايد، رايت باندل برانش. ده اسمه انفلو، يبقى الانفلو في ثلاث حاجات، ترابيكلي كارني، بابيلاري ماسل، وفي الرايت فنتريكل ليس في الليفت فنتريكل في مودريتور باند. الاوت فلو اللي هو المخرج بتاع الفنتريكل في الرايت فنتريكل اسمه انفانديبيلم او كونس ارتريوزس، بيبقى ماسكلار. في الليفت فنتريكل بيبقى اسمه فيستيبيول اوف اورتا، فيستيبيول يعني المدخل، فيستيبيول اوف اورتا. ده صوره اللي هو ايه الرايت فنتريكل، ده الانفلو بارت وده الاوت فلو بارت. ايه السيرفيس الاناتومي بتاع الباب؟ احنا خدناها بي اي ام تي فاكرينها، بريمو احسن من ترسو 3 3 4 4، لكن المناطق اللي احنا بنقولها 3 3 4 4 ما لهاش دعوه بالاري اوف اسكالتيشن، يعني بنسمعهم فين؟ انا البالمونري فالف بسمعه في الليفت سكند انتركوستال سبيس، ده البالمونري. الاورتك بسمعه في الرايت سكند انتركوستال سبيس. الترايكاسبيت بسمعه جنب الاسترنال تو ذا ليفت سايد اوف ذا فيسترنال جانكشن. المايتر بسمعه عند الابيكس بتاع الهارت. يبقى احفظهم بقى السيرفيس اناتومي 3 3 4 4، بريمو احسن من تيرسو، بريمو احسن من تيرسو 3 3 4 4، 3 كويس سترنوكوستال جانكشن، 3 سبيس، 4 سترنوكوستال جانكشن، 4 سبيس. لكن بسمع فين بقى؟ لو انا ابتديت تو ذا رايت سايد يبقى دي اورتك، السكند رايت انتركوستال سبيس، ليفت سكند انتركوستال سبيس بالمونري، انزل جنب الاسترنم زي في استرنال جانكشن تريكاسبت، عند الايبكس تبقى مايترال. يبقى ده هنا الاورتيك وهنا البالمونري، هنا التريكاسبت هنا المايترال.
يبقى ده السيرفيس اناتومي والاريا اوف اكسكريشن اوف فالفز. الفالفز اللي موجوده انا عندي one of two valves. الفالفز الاولانيه اللي موجوده عندي كويس موجوده بين الاتريال والفنتريكل اسمها اتريو فنتريكولار فالفز. اتريو فنتريكولار فالفز الاتريو فنتريكولار فالفز عباره عن اورفيس اهي فتحه موجوده عندي، والاورفيس دي بتبقى جاردد بفالف، والفالف ده بيبقى ليه كاسبس، يبقى هي اورفيس والاورفيس دي بتبقى جاردد بكاسبس بفالف والفالف ليه كاسبس، فده التركيبه بتاعتها. والكاسبس دي اتاتش ليها كويس الكوردي تنديني اللي هي طالعه من البابيلاري ماسل. يبقى انا عندي اورفيس وجاردد بفالف والفالف ده بيحتوي على كاسبس، وبلاقي في عندي خيوط طالعه اسمها كوردي تنديني ماسكه في البابيلاري ماسل. دي تركيبه الصمام يعني او الفالف. عندي رايت اتريو فنتريكولار اورفيس وليفت اتريو فنتريكولار اورفيس. الرايت اتريو فنتريكولار اورفيس اسمها الثاني ترايكاسبيت اورفيس، والليفت اتريو فنتريكولار اورفيس اسمها مايترال اورفيس. يبقى عندي ترايكاسبيت اورفيس وعندي مايترال اورفيس، ترايكاسبيت اورفيس ومايترال اورفيس. الترايكاسبيت شكلها زي ما تكون اوفال ان شيب، المايترال شكلها سيركلر ان شيب. الترايكاسبيت اورفيس جاردن بفالف اسمه ترايكاسبيت فالف، وده ليه كويس بيبقى ليه 3 كاسبس. لو انا جاي ببص عليها الاقي ان هو ليه 3 كاسبس انتيرور وبوستيرور وسبتال على اسم البابيلاري ماسل انتيرور وبوستيرور وسبتال. لكن المايترال اسمه الثاني بايكاسبت فالف لان ليه 2 كاسبس، ورقتين دول اسمهم انتيرور وبوستيرور كاسبس اللي اتاتش بيهم الانتيرور وبوستيرور بابيلاري ماسل. انا مش عايز الحاجات تدخل مع بعضيها. الفروع اللي لونها بيضه دي اسمها كاسبس، واتاتش للكاسبس او ده مثلا دول الكاسبس او في المايترال. عندي انتيرور بوستيرور كاسب، الانتيرور بوستيرور كاسبس اتاتش ليها الكورد تنديني، والاقي في الفنتريكل عندي في بابيلاري ماسل انتيرور بوستيرور. يبقى المايترال فالف ليه كاسبس بارتك اسمهم انتيرور بوستيرور كاسبس، اما الليفت فنتريكل في بابيلاري ماسل اسمها انتيرور بوستيرور بابيلاري ماسل على نفس الاسامي، والخيوط اللي طالعه اسمها كورد تنديني. يبقى باختصار الكاسبس ترايكاسبت زي ما نقول ثلاثي ليه 3 كاسبس، المايترال اسمه باي كاسبت يبقى ليه 2 كاسبس بس موجودين. السيرفيس اناتومي والاريا اوف سكالتيشن احنا قلناها قبل كده، بس انا حاططها هنا عشان ممكن يجي لنا سؤال في الامتحان. يقول لك اتكلم على الترايكاسبت فالف، اتكلم على المايترال فالف، او قارن الاتريو فنتريكولار فالف. فانا حاطط السيرفيس اناتومي والاريا اوف سكالتيشن. قلنا السيرفيس اناتومي بريمو احسن من ترسو بي اي ام تي، فام تي اللي هو المايترال والترايكاسبت، اربعه استروكسر جنكشن اربعه سبيس. اريا اوف سكالتيشن الترايكاسبت عند زيف ستيرنال جنكشن، لكن المايترال عند الايبكس اوف ذا هارت. تاني نوع من انواع الصمامات اسمها سيمي ليونار فالف. اسمها ايه؟ سيمي ليونار فالف. والسيمي ليونار فالف يا ولاد يعني نصف هلاليه. ليه اتسمت كده؟ لان لو جاي ببص عليها الاقي عامله زي البوكت، الاقي في الوسط بتاع الفري بورتر بتاع الكاسبس بقى بلاقي في عندي نوديول وطالع منه لينيول. نوديول يعني عقيده، لينيول يعني هلال بس صغير، عشان كده اتسمت سيمي ليونار فالفز، ودي عامله زي ما تكون بوكت لايك. ايه الفرق بين البالمونري والاورتيك؟ بما ان البالمونري هو اول صمام الموست انتيريور والاورتيك اللي وراه، الاقي كل واحد ليه 3 كاسبس. البالمونري 1 انتيريور وبعدين رايت وليفت. طيب والاورتيك رايت وليفت 1 بوستيريور. يبقى ترتيب الكاسبس عامله ازاي؟ يبقى البالمونري هو اللي موجود قدام، يبقى انتيريور كاسب ورايت وليفت كاسبس. طب والاورتيك كان ليه 3 كاسبس، اند رايت وليفت وبوستيريور كاسبس. مره ثانيه السيرفس اناتومي والاريا اوف سكالتيشن برضك احنا عارفينها. الاورتيك الاريا اوف سكالتيشن بتبقى رايت سكند انتركوستال سبيس، البالمونري ليفت سكند انتركوستال سبيس. السيرفيس اناتومي بي اي ام تي بريمو احسن من ترسو، يبقى 3 3 3 ليفت سيركوستال جنكشن 3 ثيرد انتركوستال سبيس، يبقى بريمو احسن. يبقى ده هنا لازم نكون عارفينها، ان ده ممكن يجي لي سؤال ريتن يقول لك اتكلم على البالمونري اورفيس، اتكلم على الاورتيك، اتكلم على السيمي ليونار فالفز. فلازم نبقى عارفين ايه احنا بنتكلم عليه. الكاسبس سيرفيس اناتومي اريا اوف اسكالتيشن. عندنا ثالث حاجه بنتكلم عليها في الهارت اسمها البلاد سبلاي اوف ذا هارت. البلاد سبلاي اوف ذا هارت بنتكلم على تو ارتريز، ارتري اسمه رايت كوروناري ارتري
وارتري تاني بطلق عليه كلمه ليفت كورونري، بس الليفت كورونري كويس اول لما بيطلع بيبقى مختفي فالواحد ما بيشوفوش، لكن بينقسم انتو تو تيرمال برانشز بشوفهم، واحد اسمه انتيرير انترفنتريكولار والتاني اسمه سيركمفلكس. خلينا ناخدهم واحد واحد علشان ناخدهم. اول ارتري اسمه رايت كورونري. الرايت كورونري او الليفت كورونري بيطلعوا من الاسندنج اورت، يعني الرايت والليفت كورونري طالعين منين؟ من الاسندنج اورت. منين من الاسندنج اورت؟ فوق الكاسبس مباشره بيبقى فيه دايلاتيشن بيطلقوا عليه كلمه اورتيك ساينس. يبقى احنا عندنا فيه ثلاثه، واحده رايت واحده ليفت واحده بوستيرير، ما انا كان عندي 3 كاسبس في الاورتيك. فمن الرايت ساينس بيطلع الاورجن بتاع الرايت كورونري، ومن الليفت ساينس بيطلع الليفت كورونري. يبقى الرايت كورونري طالع منين؟ طالع من الرايت ساينس بتاع الاسندنج اورتا، رايت ساينس بتاع الاسندنج اورتا. الرايت كورونري ده بيمشي ازاي؟ بيمشي بين الرايت اوركل والبالونر ترانك، وبعدين بيمشي في الكورونري سالكس. يبقى هما كلمتين بالنسبه لي. يبقى الرايت كورونري بيمشي ازاي؟ كويس، بين الرايت اوركل والبالونر ترانك، وبعدين بيمشي في الكورونري سالكس. بينتهي ازاي؟ داي انستموزس مع السيركمفلكس ارت. يبقى دي الرسمه اهو. ادي السوبر فينا كافا، ده البالونر ترانك، ده الاسندنج اورتا، ده الرايت اوركل. يبقى الارتري باسس بين البالمونري والرايت اوركل، وبعد كده يمشي في الكورونري سالكس. بينتهي ازاي بقى انسبوزس مع السيركمفلكس ارت؟ يا ترى ايه البرانشز اللي هو بيديها بقى؟ نمره واحد وده اهم برانشز، بيدي الاس اي نود والاي في نود. اس اي نود اللي هي بتاعت الكهرباء بتاعت القلب، كويس، والاي في نود بتاعت الكهرباء بتاعت القلب. بيدي الاس اي نود في 65% اوف ذا بيبل، بيدي الاي في نود في كويس 80% اوف ذا بيبل. يبقى بيدي الاس اي نود والاي في نود، يبقى بيدي الاس اي نود والاي في نود، وده اهم حاجة. يبقى البرانشز اس اي نود اي في نود، الاس اي نود في 65% اوف ذا بيبل، اي في نود والاي في باندل برانش في 80% اوف ذا بيبل. بيدي ارتري اسمه رايت كونال، للحته بتاعت الكونس ارتريوزس الاسينيك اورتبل مونترانك، اسمه رايت كونال. رايت كونال بيدي برانشز للرايت اتريوم وبرانشز للرايت فينتركل. اهم برانش بيجي للرايت فينتركل اسمه رايت مارجنال او اكيوت مارجنال، رايت مارجنال او اكيوت مارجنال. وبعدين لما يجي يلف من ورا بيدي اخر ارتري اسمه بوستيريور انترفينتركل ارتري. يبقى بيطلع من من الرايت كورونري ساينس، يمشي بين الاوركل والبالمونري ترانك، يمشي في الكورونري سالكس. اهم برانشين بيديهم الاكيوت مارجنال او رايت مارجنال، ويدي البوستيريور انترفنتريكال ارتري. بقيه البرانشين بيدي اس اي نود والاي في نود في معظم الناس، بيدي الرايت كونال، بيدي الرايت اتريال، لكن اهم برانشين الرايت مارجنال اسمه الثاني اكيوت مارجنال والبوستيريور انترفنتريكال ارتري. البوستيريور انترفنتريكال ارتري بيمشي مع الميدل كارديك فين، بيدي البوستيريور ثيرد بتاع الانترفنتريكال سنتر. تاني ارتري موجود عندي اسمه ليفت كورونري، بتاع الكلينيك اللي سموه ليفت مين. ليفت مين بيطلع زي ما اتفقنا من الاسندنج اورتا، من الدايلاتيشن اسمها ليفت كويس اورتيك ساينس من الاسندنج اورتا. ده بيمشي بتون الليفت اوركل والبالمونري ترانك. الاول يمشي بيهايند البالمونري ترانك، وبعدين بتون الليفت اوركل والبالمونري ترانك، وقبل ما يشوف النور ينقسم انتو تو برانشز، انتيرير انترفنتريكال ارتري وسيركمفلكس ارتري. يبقى هو باسز بيهايند البالمونري ترانك، وبعدين passes between pulmonary trunk and left auricle. Divides into left anterior descending and left with circumflex. The anterior interventricular artery ده اسمه الثاني left anterior descending. اسمه الثالث LAG، وده الاكسبريشن ده الأهم. يعني توك لينك لما تسمعهم يقول لك LAG. أكتر artery بيحصل له obstructions وبيعملوا عليه bypass ال LAG. ال LAG مهم جدا يا ولاد. اسمه anterior interventricular artery، اسمه الثاني left anterior descending، الابريفيشن مشهور في كلينيكال ال اي دي. ده بيمشي في anterior interventricular sulcus مع الفين اللي اسمه الجريت كاردياك فين. ال ال اي دي بيدي artery اسمه left conal اللي هي دي، ويدي branches لل left ventricle. بتوع الكلينيكال دايما بيسموها diagonal branches، diagonal branches. وبيدي septal branches. بتوع الكلينيكال عشان بيهتموا بالارتر ده كتير قوي فيسموها الديهات والسيديات، سيدات، السيدات اللي هو السبتال، السات، والديهات اللي هو الدياجونال برانشز، دياجونال برانشز وسبتال برانشز. يبقى هو بيدي الليفت كونال، بيدي سبتال برانشز، بيدي دياجونال برانشز للليفت فنتركل.
الارتر اللي بيلف بيمشي في الكورونري سالكس اللي كما يبدو looks like the continuation of left coronary, يعني اللي يبص عليه looks like ان هو continuation بتاع left coronary, اسمه circumflex artery. Circumflex artery هو بيلف بيجي artery اسمه obtuse marginal او left margin, obtuse marginal, obtuse marginal. وبيدي ال S A node وال E V node في النسبة اللي فاضلة من الناس اللي هو 35% and 20%. يبقى ده الارتر اسمه circumflex, circumflex. دول البلاست بلاي بتاع الهارت. الفينس رينج بتاع الهارت بلاقي في عندي ساينس محترمه اسمها كوروناري ساينس. كوروناري ساينس زي فينس تشانلز 37 سنتيمتر موجوده في البوستير بارت بتاع كوروناري سالكس بين الاتريا والفنتريكل اند ات اوبنز انتو رايت اتريم. يبقى هي موجوده في البوستير بارت بتاع كوروناري سالكس بين البيز والانتيريو سيرفيس, يعني بين الاتريا والفنتريكل, وبتيجي تفتح كويس في الرايت اتريوم تو ذا ليفت اوف ذا اوبننج اوف ذا انفير فينا كافيتي. يعني لو الواحد جاي بيبص عليها هتلاقي على شمال الاوبننج بتاع الاي في سي. بتستقبل خمسه فين, الكبير اسمه جريت كارديك فين, والمتوسط اسمه ميدل, والصغير اسمه سمول كارديك فين, واثنين ليفت فين من الليفت اتريوم والليفت فينتريك. الجريت اسمه جريت كارديك فين, سموه كده علشان مشي مع البرانشز بتاعت الريد كورونر الليفت كورونر, يعني مشي مع الانتيرير انتر فينتريكال ومشي مع السيركمفلكس, اتجوز مرتين عشان كده سموه جريت كارديك فين. تاني فين بيمشي مع البوستير انترفنتريكال ارت اسمه ميدل كارديك فين, لازم تحفظوا اماكن كل واحد فيهم. تالت فين صغير بيمشي مع رايت كورونري اسمه سمول كارديك فين. يبقى انا عندي هنا الجريت كارديك فين مشي مع البرانشز اوف ليفت كورونري, يعني ال اي جي والسيركمفلكس. الميدل كارديك مشي مع البوستير انترفنتريكال ارت, السمول مشي مع الكورونري ارت رايت كورونري ارت. وعندي تو فينز بقى, بوستير فين اوف ليفت فينتريكل وبليك فين اوف ليفت اتريم, اثنين ليفت برضه بيفتح في كورونا سانس. يبقى بيفتح فيه خمسه, جريت وميدل وسمول كارديك فين, واثنين ليفت, بوستير فين اوف ليفت فينتريكل وبليك فين اوف ليفت اتريم. لكن في فينز ما بتفتحش في كورونا سانس, اشارها الانتيريور كارديك فينز اللي جايب الدم من الرايت فينتريكل للرايت اتريم مباشره, فعادي بتروح فاتحه عدد من اثنين لاربعه. وفين صغيرة موجودة within every chamber of the heart اسمها فيني كورديس ميني, فيني كورديس ميني. عندنا بعد كده آخر موضوع اسمه بيري كارديوم. البيري كارديوم بتاع الهارت عبارة عن جزئين, جزء اسمه فايبرس بيري كارديوم وده يونيك مش موجود. احنا دايما البيهات البلورا بيري كارديوم بريتونيوم كلهم اسمهم سيرس ممبرين, دي حاجة يونيك. لكن الفايبرس بيري كارديوم ده جديد, فايبرس بيري كارديوم ده ساك, وفي ساك تاني اسمها سيرس بيريكارديوم زي البلورا والبريتونيوم. فالهارت لما بيجي يدخل بيزق بيعمل انفاجينيشن للسيرس بيريكارديوم, بيحولها انتو فيسرال بارايتال لاير. يبقى ان شورت الهارت حواليه غلافين مش غلاف واحد. الغلاف الاولاني بطلق عليه كلمه فايبرس بيريكارديوم, والغلاف الثاني اسمه سيرس بيريكارديوم. انا عندي فايبرس بيريكارديوم وعندي سيرس بيريكارديوم. طب ليه ربنا خلقهم؟ الفايبرس بيريكارديوم ده عامل فور بروتكشنز, يبقى ده فور بروتكشن وبريفنتس اوفر ديستنشن اوف ذا هارت. مهمته كيبنج الماوث بتاع البيج فيسلز اوبن, ده الفايبرس بيريكارديوم. السيرس بيريكارديوم زي البلورا زي البريتونيوم ليبريكيشن فاسيليتيتس الموفمنت, وتسمح الاورجن اللي حوالين الهارت انها تو اكسباند زي الاورتا والاسوفيكس. يبقى فالفكره بتاعتهم مختلفه عن بعض. الفايبرس بيريكارديوم شكله زي ما يكون كونيكال شيب بس عكس الديستريبيوشن بتاع الهارت. الهارت لما كنت باجي اوصفه اقول ان البيز بتاعته اباف والايبكس بيلو, الفايبرس بيريكارديوم بالعكس او البيز بتاعته بيلو والايبكس اباف. يبقى ليه بيز وليه ايبكس. البيز بيلو راسي على السنترال تندر اوف ذا فريم, والايبكس توارتس الجريتر فيسلز. وعندي ويز فور سيرفيسز انتيرور وبوستيرور وتو لاترال سيرفيسز. ده الفايبرس بيريكارديوم البيز resting on the diaphragm. The apex determine blending with adventitia of big vessels. عندي four surfaces, anterior, posterior, two lateral surfaces. لكن اللي يهمني بقى أكثر السيرس بيريكارديوم. نتيجة الانفجينيشن of the heart, السيرس بيريكارديوم بقت في layer حوالين الهارت اسمها visceral layer, وفي layer عاملة lining للفيبرس بيريكارديوم اسمها parietal layer. visceral حوالين الهارت, بارايتال جدارية, بينهم كافيتي اسمه بيريكارديال كافيتي.
الفيسرال لاير اسمها تاني اي بي كارديوم. يبقى انا عندي هنا يبقى اللاير اللي حوالين الهارت اسمها اي بي كارديوم هي الفيسرال لاير، والبارايتال لاير عامله لايننج للفايبرس بريكارديوم. بلاقي في كافيتي موجود بين الاثنين، بين الفيسرال والبارايتال لاير، اسمه بريكارديال كافيتي. لو اتملى فيل ويز فلويد اسمها بريكارديال افيوجن. ليه ما في موضوع البريكارديوم؟ ان احنا عندنا في ساينسز اوف بريكارديوم، وي هاف تو ساينسز. لو الهارت جاي ببص عليه، ده الهارت ديفلوبمنت بتاعه، ده الارتري، ده الفينز. لما الهارت عمل لوبينج بقى في سبيس موجود بين الارتري والفينز، السبيس ده اسمها ترانسفير ساينس. بينما الفينز ابتدت تفتح من بعضيها، كان عندي فور بالمونري فينز وعندي الانفيرفنكابا، ففتحوا من بعضيهم فعملوا ما بينهم بوكيت تاني اسمها اوبليك ساينس. يبقى عندي ترانسفير ساينس موجوده بين الارتريز اند فينز، وعندي اوبليك ساينس اتعملت نتيجه اللي هو expansion of the veins. The veins started to be diverse from each other. مهمة قوي موضوع sinus. Transverse sinus يبقى ده transverse passage connecting right and left sides together. In front ألاقي في عندي arteries. Ascending ortho pulmonary trunk. Behind ألاقي عندي superior vena cava. بس لو جيت أبص على السهم هنا هلاقي ال upper part بتوع two atria مني left atria. يبقى إيه اللي موجود in front؟ In front عندي يبقى ascending ortho pulmonary trunk. Behind او صباع لو دخل behind الاقي super vena cava، بس كمان في اللي هو الابر بارت بتاع التو اتري من اللي في اتري. الترانسفيرس ساينس اللي ربنا خلقها ليه؟ عشان يدي مساحه للديستنشن بتاعت الاسينيك اورتو بالمونري ترانك جيرنج سيستول. جيرنج سيستول الاسينيك اورتو بالمونري ترانك عايزين يوسعوا، لو مكان وراهم ما فيش مكان وراهم كانت تبقى كارثه محققه. اما الساينس الثانيه بطلق عليها كلمه الاوبليك ساينس. الاوبليك ساينس ان شورت دي بوكيت موجوده وزين البيري كارديال كافيتي. بوكيت موجوده يحدها من قدام البيز بتاع الهارت. يعني لو انا جاي ببص هنا ادي البيز بتاع الهارت، وبحط ايدينا في كل ساينس يبقى من ان فرونت اللي هو البيز بتاع الهارت. ايه البيز بتاع الهارت؟ اللي هو الليفت اتريم. يعني من فوق مسدوده، يعني من فوق البوكيت ده مسدود بيسموها كول دو ساك، ومن تحت مكمله مع البريكارديال كافيتي. من ورا الاقي عندي اللي هو الفايبرس بريكارديوم. يبقى من قدام البيز اباف يبقى البوكيت ده مقفوله كويس، في ريفليكشن اوف بريكارديوم يعني كويس. من تحت بتكمل مع البريكارديال كافيتي، من ورا الاقي عندي الفايبرس بريكارديوم. يبقى من قدام يبقى عندي الليفت اتريم، اباف هتبقى مسدوده البريكارديوم هيلف، من ورا هياخد الفايبرس بريكارديوم، من تحت بتكمل مع البريكارديال كافيتي. طب ليه ربنا خلقها؟ لان انا قلت ان البيز بيبقى ريليتد للبوستيريور ميديستاين، فانا محتاج الهارت يتحرك اللي هو الليفت اتريم يتحرك بسهوله، ومحتاج الاسندنج اورتا والبالمونري ترانك سوري الديسندنج اورتا والاوسوفيجاس انهم يتحركوا بسهوله. الاوسوفيجاس بس علشان الاكل، الديسندنج اورتا علشان الدعم. يبقى باختصار انا محتاج الليفت اتريم يتحرك بسهوله، محتاج الديسندنج اورتا والاوسوفيجاس يتحركوا بسهوله، اللي بيدي لهم المثل ده هي الاوبليك ساينس. اي هوب ان احنا نكون فهمنا. الى اللقاء في لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.